يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مما عمت به البلوى الصور الموجودة في الكتب الدراسية. نعم. يقول مما عمت به البلوى الصور الموجودة في الكتب الدراسية والجرائد وبعض المنتجات والملابس، فما حكم الشرع في هذه الأمور؟ أما أن الكتب الدراسية يصور فيها، أو أن وسائل الإيضاح على السبورة يرسم فيها الصور، هذا لا يجوز. التعليم ولله الحمد يحصل بدون وسيلة محرمة، فيجب على المسؤولين عن التعليم أن يمنعوا هذا لأنه منكر ولم تجتل الضرورة إليه. التعليم ماشي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدون صور، وماشيتنا الأمور أحسن مما نحن عليه الآن. كان من قبلنا أكثر علما وإدراكا وفهما منا، وهم ما عندهم تصوير، ونحن عندنا التصوير صرنا أضعف الناس معلومات. التصوير ما يقرب ولا يأخر، لكنه فتنة وشر، فيجب على المسؤولين عن التعليم أن يمنعوا، أن لا يجعلوا في وسائل التعليم والإيضاح شيئا من المحرمات وهو التصوير. أما الصور التي على العلب أو على الأشياء الممتهنة التي تطرح وتداس، هذه لا قيمة لها، هذه مهانة، هذه مهانة ولا قيمة لها. وأنت ما شريت العلب والمنتجات رغبة في الصورة، وإنما اشتريتها لأجل البضاعة، وبعد ذلك تلقي الغلاف وتلقي الصفيحة التي فيها الصورة، تلقيها لأن ما لك بها حاجة، تلقى في المزابل. نعم.